ألمانيا 17 مليار دولار تكلفته المشروع ده. يعني ده فانسحاب أمريكا لوحدها لا يكفي حاجة بتقول كده. لا يكفي لا يكفي، لازم الألمان يطلعوا اللي هم الشاهد الرئيسي. نعم، احنا رايحين فين؟ أمريكا النهاردة وجودها، قطع أساطيل بتاعتها موجودة، الخناقة اللي حصلت، إيران ضربت سفن، حوثيين ضربوا منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية، ثم في ضغط من الإدارة الأمريكية على النظام الإيراني. إحنا رايحين فين كمنطقة النهاردة؟ الضغط الأمريكي على إيران يتراوح بين درجتين، درجة التفاوض ودرجة التفاوض، درجة التفاوض المباشر ودرجة التفاوض الغير مباشر. هم عايزين مفاوضات مع ايران مباشرة، واعلنوا ما استحوش انه احنا ترامب بعت لهم رقم التليفون 8 مرات عن طريق سويسرا. بعدين راحوا لجأوا لعمان اللي هو الوسيط الخلفي لأي حوار مع ايران وامريكا في العشرين سنة الاخيرة، وكان وزير خارجية العماني من يومين ثلاثة في طهران. بامبيو كان في المنطقة، كان على اتصال بالدولة العمانية وكل، وراحت عمان بناء على طلب من امريكا. عمان ما راحت لحالها، عمان مش وسيط متطوع. لا لا، عمان من الدول اللي تاخد ملف واحد تمسكه بايدها وبتشوف امكانية نجاحه. هيسجل انه تم بجهود منها، زي ما حصلت المفاوضات مع ايام جون كيري وجواد طريف في عمان لمدة سنة ونص قبل الوصول لاتفاق 5+1. ما كانت المفاوضات في عمان مش في مكان تاني، في مسقط كانت كلها. عرفت كيف؟ في عمان ده ملف مكلفة فيه من قبل أمريكا ومن قبل إيران. كمان إيران بدها عمان تكون هي الوسيط، أنه بالنسبة لهم وسيط يعتبروه ناجح ونزيه ومحايد مثلا، والألمان بيساعدوا في القصة هاي. كمان علاقتهم بعمان كويس. كويس. فأمريكا عايزة حوار وطهران عايزة حوار. لا، عايزة حوار علشان مزيد من الضغط على إيران لتلبية الحد الأدنى من المطالب الأمريكية. اللي هي إيه؟ وقف تطوير الصواريخ مثلا. بس هم ما وقفوش، زودوا. مش هيوقفوا، ما زودوش. هم بقولوا زودوا، بس هم فيش حد بيزود في ليلة ويوم. هاي الصواريخ قصة طويلة وملفاتها. لا، أربع أضعاف اللي قالوا عليها اليورانيوم والحاجات دي. لا لا، ما هم عندهم، هم عندهم اوريدي وصلوا في 2015 لتخصيب 21%. وبناء عليه امريكا قبلت بالاتفاق انه ايران توقف التخصيب 21 وتنزل ل 2.5. وما تم تخصيبه من 20% ينقل في خزائن حديد تودع في موسكو. بس الناس بتسمع مره وبتنسى وبتعودش شايفه شو اللي حصل. ما ايران عندها يورانيوم مخصب موجود، عهده في لدى روسيا. ولو العالم بده ينسحب من الاتفاق لازم روسيا ترجع العهده لايران. لازم يرجع اليورانيوم المخصب. اثنين، ايران العالم اعترف لها انه انت دولة تستطيع تخصيب اليورانيوم 20%، بس احنا مش عايزينك تخصبي اكتر من 2.5%. يعني المشروع ما التغاش، ما لم يلغى. المكن موجود، المعدات موجودة، الطرد المركزي موجود، الموجودة كله موجود. بس انزل انت من صفك من 20 ل 2.5. الايرانيين قابله. وامريكا عادت 400 مليون دولار كاش صناديق من واشنطن محملة بالطائرات على طهران. ولا ما حصلش. واستردت ايران 30 مليار دولار سيولة نقدية كانت مودعة في البنوك في الامارات. ما دي رجعت. حتى انا مستغرب ليش عندهم ازمة اقتصادية الايرانيين. دخل لهم مليارات الدولارات كاش نقدي. فلوسهم. نعم. بس كانت محجوزة. بس دخلت السوق الإيرانية. فلازم ينتعش الاقتصاد الإيراني. مش يجمد ومش يرجع لورا. طيب، قبل ما اطلع فاصل قبل ما اطلع فاصل حضرتك بتقول لي فطلب أمريكا إنه عدم تطوير الصواريخ، ثم النقطة التالية وقف إعادة الاتفاق النووي لنقطة الصفر. أنت من أصله ما بدناش تخصب يورانيوم. أمريكا هلا طالبة السقف الأعلى. بدها ترجع لنقطة الصفر في الطرد المركزي والمياه الثقيلة وموضوع تخصيب اليورانيوم. لأنه هي طالما عندها إمكانية، ما هي مدمرتش ال 20%. يعني اللي حصل في العراق من أصله تم تدمير المفاعلات. بعدها في إيران ما حصلش،
خالص. طيب الوجود قبل ما اخرج من النقطه دي عشان اقفل الملف الخاص بامريكا و... لا ما مش هنقدر نقفله مش... لانه امريكا بتصعد. بس بدي ارد على التصعيد. انا هو التصعيد. شو التصعيد؟ التصعيد هل بدك اياه قبل الفاصل ولا بعد الفاصل؟ لا بعد الفاصل. ماشي. بعد الفاصل نقول هل فيه حرب قادمه ولا وجود الاساطيل ده ضغط فقط وتهديد فقط للايرانيين